وعليكم السلام ورحمة الله سيدي تعالى محمد، وبركاته. إذا تكرمت يعني أريد أن يعني تنحصر المداخلة في موضوع محاولة خطف الثورة السورية وسرقتها من جهودكم أنتم في الداخل الذين صنعتم هذه الثورة وقدمتم الدماء من أجلها. الآن هناك محاولات لحلول سياسية على حساب الحلول التي أنتم تبتغونها من إسقاط النظام بكامل أجهزته، وأيضا محاسبة هؤلاء المجرمين الذين قتلوا الشعب السوري. كيف تحدثنا عن رؤيتك سيد محمد وأنت في قلب سوريا من محافظة إدلب؟ نعم أستاذي الكريم، أنا أحدثك عن رؤية الشعب السوري جميعه في الداخل. نعم الشعب السوري متكاتف ويد واحدة، ولا يستطيع أحد أن يسرق هذه الثورة من الشعب السوري، لأن الشعب السوري صمم تصميمه الكامل على إسقاط هذا النظام الطاغي الذي زاد في القتل والدمار وزاد في طغيانه إلى حد أصبح في طغيانه أكثر من فرعون الذي طغى في الأرض وتجبر. فإن الشعب السوري ما زال مصمما على إسقاط هذا النظام، ولن يستطيع احدا من باي الدول واي شعوب كانت ان تتسلق على هذه الثوره السوريه التي صمم شعبها بانه سوف يضحي مهما كلفه الثمن ومهما كانت المصاعب ومهما كانت العراقيل. نحن مستمرون جميعنا في هذه الثوره، نحن عانينا ونحن قاسينا، وعندما خرجنا في الثوره ضحينا وخسرنا كثيرا من الدماء، من دمائنا الطاهره، دماء الشعب السوري التي روت هذا التراب السوري. وفي النهايه تاتي بعض الدول وبعض الافراد تحاول ان تسرق هذه الثوره من الشعب السوري، هذا شيء لن يستطيعوا ان ينالوه مطلقا مهما فعلوا ومهما حاولوا. جميع المحاولات فاشله وسوف تبوء بالفشل، لان الشعب السوري قد عزم وتصميمه واحد وكلمته واحده في اسقاط هذا النظام. جميل، كل الشكر لك يا سيد محمد الابراهيم من محافظه ادلب. وربما يعني هذا هي يعني ربما تحليل مشابه جدا لتحليل حضرتك. هم مستمرون في ثورتهم، يعني ربما هم من يتعرض للمعاناه لكنهم ايضا من يمدنا بالمعنويات المرتفعه والعاليه من ان نحن مستمرون حتى النهايه. يعني يصدق عليها الكلمه المحقه، لو كانت الثورة السورية صناعة أجنبية لكانت النتائج أجنبية. وبإذن الله تعالى، بما أن الثورة السورية هي صناعة وطنية بامتياز، ستكون المخرجات هي وطنية بامتياز. أنا لا أخشى على الشعب السوري. جميل. الشعب السوري شعب قد علم البشرية معاني كثيرة في الحياة، فلا يمكن